تعالوا نروح معاكم نطمن على منتخبنا المصري، نشوف الاجواء عامله ازاي، هل وصلت بعثه منتخب بوتسوانا حتى هذه اللحظه؟ هل هيخوضوا المباراه؟ في جديد ولا لا؟ تعالوا نطير سريعا مع زميلي العزيز طه محمد. طه متواجد مع حضراتكم من مقر منتخبنا المصري في بوتسوانا علشان يطمنا على اخر المستجدات ما قبل مباراه اليوم الساعه 7 مساء. برحب بك يا طه، صباح الفل عليك. صباح الفل يا فرح، صباح الفل على كل مشاهدينا في كل مكان من مقر إقامة بعثة منتخبنا الوطني من مدينة فرانسيس تاون، المدينة اللي هتحتضن مباراة منتخبنا الوطني، وهي تعتبر حتى المدينة الثانية بعد العاصمة جابرون. يمكن في هذه اللحظات مفروض ان احنا يعني عملنا اتصالاتنا بالموجودين مع رئيس الاتحاد البوتسواني لاستقبال بعثة بوتسوانا. لحد هذه اللحظة لسه الطيارة ما عملتش لاندد، ويعني تقريبا حسب اخر معلومات انه في خلال يعني من 20 ل 30 دقيقه هتكون الطياره بالفعل عملت لاندد ووصلت لفرانسيس تاون، المكان اللي هتكون فيه المباراه. كان طبعا من المفترض حسب الترتيبات الاوليه انه البعثه هتصل الى جابرون العاصمه، ومنها هتتحرك بباص لحد فرانسيس تاون، والمسافة تقريبا من العاصمة لهنا حوالي يعني من 5 ل 6 ساعات. فطبعا بعد تغير كل الأمور دي هم طبعا البلان اتغيرت، فهيوصلوا على هنا يدوب هيعملوا كده تدريبات خفيفة وبعدين على طول على ملعب المباراة. يمكن ملعب المباراة أو المدينة نفسها صغيرة، فملعب المباراة قريب. يمكن كمان حتى بعض الأمور اللي الناس تناولتها بالأمس بخصوص يعني رفض منتخبنا الوطني أنه يعني يخوض المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت بوتسوانا 9 بتوقيت القاهرة، طبعا يمكن في ارتباطات للاعبين اخرين ومحترفين ومواعيد طيارات، وايضا يمكن زي ما بقول لك المدينة اللي احنا فيها هي مش العاصمة، والمطار اللي فيها يعتبر العمل فيه مطار داخلي ويعني مدينة صغيرة، فبالتالي يعني المطار بيقفل الساعة 10 بالليل، فكانت في امور كثيرة هتعوق منتخبنا الوطني. وكان بقى في الحالة دي هنضطر ان احنا نروح للمطار العاصمة، المطار اللي فيه الحركة، وده مسافة من هنا للعاصمة أكتر من 5 6 ساعات، ثم الطيارة 10 ساعات، فكان كل ده هيغير في البلان. فبالتالي ده كان أحد الأسباب المهمة ليعني رفض منتخبنا الوطني أن يخوض المباراة في الموعد اللي تم إبلاغه بالأول. ثم بعد كده التفاوض وصلنا للحل الأوسط اللي هو هنخوض المباراة الساعة 6 بتوقيت بوتسوانا 7 بتوقيت القاهرة. وطبعا ده عليه طبعا هيترتب أيضا أمور كثيرة، إن على طول بعد المباراة هنقدر على المطار على طول، ما فيش عودة للفندق. يمكن النهاردة اليوم الهادئ بقى يوم المباراة، أنا بكلمك دلوقتي بعد نص ساعة من دلوقتي هتبتدي اللاعبين تنزل للمطعم لتناول وجبة الإفطار، بعدها هيعودوا تاني للغرف، وبعدها الساعة 1 بتوقيت بوتسوانا 2 بتوقيت القاهرة هيكون في محاضرة هيتكلم فيها الكابتن حسام حسن والجهاز الفني عن اخر النقاط الهامه لمنتخب بوتسوانا. ودي نقطه مهمه حابب اتكلم عنها، انه داخل المعسكر الاهتمام شديد جدا وكبير بهذه المباراه، المحاضرات مستمره والمراجعات دايما على كل النقاط الهامه، وده معناه احترام الخصم بشكل كبير جدا، ودي نقطه احترافيه طبعا بيقوم بيها الجهاز الفني بشكل كبير والكابتن حسام حسن. بعد المحاضره اللي هتكون الساعه 1، بعد كده هيبقى الغدا الساعة 2، وبعد الغدا هنتحرك الساعة 4 لملعب المباراة اللي هو 5 بتوقيت القاهرة. طبعا اللاعبين الحمد لله امبارح في التمرين الأخير ظهروا بشكل ممتاز جدا، أدوا بشكل رائع جدا، الحالة البدنية كمان كانت أهم شيء وحبينا إن احنا نطلع عليه، كانت الأمور ممتازة جدا في الحالة البدنية، وده بيعود للحالة النفسية اللي تم تجهيز بيها اللاعبين بشكل رائع، فده أكيد بينعكس على ده. الكل عنده الحماس، التركيز، المسؤولية، الاهتمام بالخصم واحترامه أيا كان طبعا اسم الخصم، لكن شخصية منتخبنا الوطني وشخصية مصر هي دي الحاجة المهمة اللي بتسيطر على اللاعبين ككل علشان يؤدوا بشكل رائع. وطبعا مهم جدا ان احنا نكسب المباراة لثلاث نقاط مع الثلاث نقاط الاولى، فتكون 6 نقاط في اول جولتين من التصفيات المؤهله لكاس الامم. وبجانب طبعا النقاط وبجانب طبعا شكل منتخبنا الوطني زي ما بقول لك، الحاله كلها ممتازه،
هدوء حتى في مقر إقامة منتخبنا الوطني، واحد من الفنادق الهادئة، هي المدينة كلها مدينة هادئة، حتى الساعة 6 أو 7 تقريبا المدينة كلها بتكون خلاص قفلت. فيعني كل شيء الحمد لله يعني ميسر بإذن الله، إن شاء الله تعود منتخبنا أو يعود بعثة منتخبنا الوطني بنتيجة إيجابية وكبيرة إن شاء الله على منتخب بتسوانا. لكن زي ما بقولك حتى هذه اللحظة مفروض ان منتخب بتسوانا لسه ما وصلش، قدامه تقريبا يعني حوالي من 20 لنص ساعه، من 20 دقيقه لنص ساعه يكون وصل بالفعل الى فرانسيس تاون. شكرا جزيلا، تحياتنا ليك زميل العزيز محمد طه، بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المصري باذن الله، ان شاء الله نطمن على وصول لمنتخب بتسوانا وان يكون في مواجهه محترمه النهارده بتجمع منتخبنا المصري الساعه 7 مساء امام منتخب بتسوانا، ما يكونش فيه اي عواقب واي عقبات امام منتخب بتسوانا، يهمنا سلامه الجميع والكل يكون مرتاح والكل يكون فعلا بيخوض المباراه وهو يعني على كامل الاستعداد، ما يكونش فيه اذى لاي لاعب من اللعيبه، الناس كلها تكون مستعدة لده. إن شاء الله كل التوفيق لكلا المنتخبين اليوم وتكون مواجهة على الموعد.